بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الأفاضل، السلام الله عليكم، أهلا بكم معنا في إطلالة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. عن أمير المؤمنين عليه سلام الله في كتابه نهج البلاغة قوله: من عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة، لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ. لقد عشق الملحد الإلحاد فأمرض قلبه، لذا تراه في كل واد يهيم يتخبط خبط عشواء ولا يهتدي للحق سبيلا. فتارة يعترف أن قوانين الكون دقيقة وعظيمة، وتارة أخرى يقول أن لا صانع لها. ويصف أمير المؤمنين سلام الله عليه الملحدين بقوله: إن الملحدين قلوبهم عليلة وعقولهم متقولة. ومما جاء في التوحيد والخصال بإسناده عن المقدام بن شريح عن أبيه أن أعرابياً قام يوم الجمل إلى الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ ساعتئذ حمل الناس عليه وقالوا: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ وقت حرب إذن. فقال الإمام علي عليه السلام: دعوه يا أعرابي، إن القول في إن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه. فأما اللذان لا يجوزان عليه فيقول القائل واحد، يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة؟ وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز، لأنه تشبيه، وجل ربنا عز وجل عن التشبيه. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه، قول القائل ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا، وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، وكذلك الله ربنا. ومن خطبة له عليه السلام في التوحيد أيضا من كتاب نهج البلاغة قوله: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. الجزء الثالث من الإلحاد في منهج أهل البيت سلام الله عليه، مع الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وما زلنا في مفردات الإيقاعات التي وصلت إلينا عن طريق أهل البيت عليهم السلام في محاوراتهم وجدالهم مع الملحدين بكافة أصنافهم. وكنا في الحلقة الماضية قد بينا شيئا يسيرا مما تصدى به نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله في هذا الصدد، مع تسليمنا بأننا لا نستطيع أن ننقل
كل ما هو في التراث نظرا لطبيعة وقت البرنامج من جهة، ولأن بعض ما هو منقول يتنافى مع ثوابت القرآن مما لا تتبناه مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ولو تأمل متأمل عاقل ومنصف فيما سطره أمير المؤمنين علي عليه السلام من صفات الخالق عز وجل لانتفت أكثرية الإشكالات التي اتكأ عليها الملحدون وغيرهم. وقد طفح كلامه عليه السلام في هذا الباب وانفرد به عن بقية الصحابة الذين لم يكن لهم فيه شأن يذكر إلا أن يكونوا قد أخذوا منه، حتى قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج أثناء توقفه عند إحدى خطبه عليه السلام في التوحيد: ما نصه؟ من أين للعرب هذا الكلام؟ بل من أين للصحابة ذلك؟ ولو فهموه لم يفهموه. ومن النصوص الجديرة بالدراسة على سبيل المثال والتي تبتني في معظمها على الثوابت العقلية المجمع عليها والتي لا يماري في ثبوتها أحد، حيث لا نقاش في أدلتها ولا مغمز في وجودها ووجدانها. قال عليه السلام: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعمه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال تصديقه توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علام فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها، ولا تجربة استفادها، ولا حركة أحدثها، ولا همامة نفس اضطرب فيها. أحال الأشياء لأوقاتها، ولاءم بين مختلفاتها، وغرز غرائزها، وألزمها أشباحها، عالما بها قبل ابتدائها، محيطا بحدودها وانتهائها، عارفا بقرائنها وأحنائها. نحن في هذه الخطبة المقتطعة من آلاف كلماته صلوات الله وسلامه عليه، إنما وصلنا إلى الحق المطلق الذي هو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين. ولا أدري لولا علي عليه السلام وغوصه نيابة عن الأمة في أبواب التوحيد بعلم عهده إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كانت الأمة لتعقل ذلك؟ ولا يقال لي أهو تقصير من رسول الله صلى الله عليه وآله قام علي عليه السلام بسد ثغراته؟ نقول: حاشا لرسول الله أن يكون قد فارق الدنيا إلا وقد أدى ما أرسله به ربه كاملا مكملا، لكن الأذن الواعية في الأمة هي التي أخذت منه عناصر الكمال
وليس من لا يستطيع شرح مفردة واحدة من مفردات القرآن الكريم. ولذا قال علي عليه السلام بعد خروجه من ساعة خلوة أسر بها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله علما، قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي كل باب 1000 باب. وكيف وأن كان ذلك ليكون لولا أنه الأولى برسول الله والوصي الذي لا ينازعه أحد على الإطلاق في المرتبة التي رتبه الله فيها. بالعودة السريعة إلى النص الرائع الذي أطلقه عليه السلام، نجد أنه نزه الخالق أن يكون قابلا للإدراك بكل الوسائل الإدراكية المتاحة لجميع الخلق، إنسانهم وحيوانهم، ملائكتهم وعمار سماواتهم، إذ أن صفته لا تخضع لحد محدود، ووسائل الإدراك المتاحة وغير المتاحة لا بد وأن يكون لها حد، الصغير الذي لا يمكن تصغيره والكبير فيها يمكن تكبيره. من هنا الصغير الذي يمكن تصغيره، من هنا وجدنا كثيرا من الملاحدة نفوا أن يكون وراء الخلق جهة ذكية، وأرجع أصل الخلق إلى ما لا يعقل كالصدفة مثلا أو التفاعل أو غير ذلك. لكن كلام علي عليه السلام قد لوى بأعناقهم جميعا، إذ أنهم أحالوا إلى ما لا يستطيعون تعريفه ونعته وإدراكه لا بحواسهم ولا بغيرها. فهم قد أقروا إذن بعدم قدرتهم على التحديد، لكنهم جحدوا أن يكون إلها. ولا أعلم أسوأ نتيجة لمقدمات سليمة كالتي وقعوا بها. ثم يكمل عليه السلام: ليخرج الله من أن يكون محكوما لوقت أو أجل، لا في السابق ولا في اللاحق، وبالتالي لا يمكن إعمال القواعد الوقتية والمكانية عليه لاعتقادنا بأنه خالق الزمان والمكان. فإذا التحم جل وعلا بهما أصبح جزءا، والجزء لا يكون مهيمنا قاهرا. وهم أيضا قد اعترفوا في تفسيرهم للنشوء الكوني أن الزمان لم يكن، وكذلك المكان لم يكن، فالذي تدخل في التزمين والتمكين هو تفاعل أو تشكل خلية أو انفجار صدفة أو ما شابه ذلك. لكنهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون قالوا بأن ذلك الشيء سابق للزمان ومنشئ للمكان، وأنه نتج من العدم المطلق. سؤالنا لهم: من هو هذا المنتج من العدم؟ مع الأسف لا نجد أجوبة علمية تستند إلى دليل، لكن علي عليه السلام يقول: فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. فالعظمة هنا في أن تتفطر الخلائق من العدم حاملة لنظام استمرارها، وإلا لو كان مجرد الانفطار كاف لعمت الفوضى في المفطورات، ولتهاوت تلقائيا منكمشة نحو عدمها الأول. أيها المشاهدون الكرام، أرأيتم يا سادتي لو أن البشر الآن على وجه الأرض قد ماتوا في لحظة واحدة، برأيكم كم ستصمد الأرض قبل انفجارها كلها؟ إن هي إلا أيام معدودات حتى تنفجر كل المفاعلات النووية الموجودة، وتنهار كل سدود المياه، وتجتاح الحرائق كل الغابات، وما شئتم من تصورات قد تكون ممكنة، لأن اختراع الأشياء يحتاج إلى صيانة دائمة ورعاية
مستدامة. هل خلقت الصدفة الصماء الغير العاقلة خلقا وما زالت ترعى؟ وهل ما يفعله البشر ضد تلك الصدفة المزعومة يجعل منها ذات قاهرية واستمرارية؟ أي حصيف يجرؤ على الإجابة هنا؟ وكلامه عليه السلام يحتاج صدقا وعدلا إلى مراكز أبحاث متخصصة تحلل كل كلمة بمفردها وكل كلمة بلحاظ تناغمها في السياق. يبقى السؤال الأهم: من أين أتت الذرة أو الخلية أو الشظية أو ما شئت فعبر الأولى التي راكمت الصدفة المزعومة عليها نظريتها؟ سؤال أيضا لم نجد عليه إجابة مقنعة حتى الآن، وما هي إلا مناورات لفظية قد تلبس أحيانا لبوس العلم والتأكدم مع الأسف. ولطالما أنقذ علي عليه السلام موقف الصحابة في المدينة أمام إشكالات المشركين ومردة أهل الكتاب الذين يشبهون إلى حد كبير مثيري الشبهات في زماننا. فقد روي أن بعض الأحبار جاء إلى أبي بكر فقال له: أنت خليفة نبي هذه الأمة؟ فقال: نعم. قال: فإنا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء أعلم أممهم، فخبرني عن الله، أين هو؟ أفي السماء أم في الأرض؟ فقال له أبو بكر: في السماء على العرش. قال اليهودي: فأرى الأرض خالية منه، وأراه على هذا القول في مكان دون مكان. فقال أبو بكر: هذا كلام الزنادقة، أعزب عني وإلا قتلتك. فولى الرجل متعجبا يستهزئ بالإسلام، فاستقبله أمير المؤمنين فقال له: يا يهودي، قد عرفت ما سألت عنه وما أجبت به، وإن نقول إن الله عز وجل أين الأين فلا أين له، وجل عن أن يحويه مكان وهو في كل مكان بغير مماسة ولا مجاورة، يحيط بها علما ولا يخلف شيء من تدبيره تعالى. وإني مخبرك بما جاء في كتاب من كتبكم يصدق ما ذكرته لك، فإن عرفته أتؤمن به؟ قال اليهودي: نعم. قال: ألستم تجدون في بعض كتبكم أن موسى بن عمران كان ذات يوم جالسا إذ جاءه ملك من المشرق فقال له: من أين جئت؟ قال: من عند الله. وجاءه ملك آخر من المغرب فقال له: من أين جئت؟ قال: فقال: من عند الله. ثم جاءه ملك فقال: من أين جئت؟ قال: من السماء السابعة، من عند الله عز وجل. وجاء ملك آخر قال: قد جئتك من الأرض السابعة السفلى، من عند الله عز وجل. فقال موسى عليه السلام: سبحان من لا يخلو منه مكان ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان. فقال اليهودي: أشهد أن هذا هو الحق المبين. هنا تداخلت جملة أمور، فإن اليهود فيما هو بين أيدينا من تحريفاتهم يعتقدون بجسمية وتجسد الله تعالى، وقد طفى هذا الاعتقاد لديهم منذ زمن نبيهم موسى حين قالوا له: أرنا الله جهرة. وهذا كلام النخب الثقافية منهم وليس مطلق عوامهم. فجاء اليهودي هذا بمعتقدات قومه، فاستطاع أن يستل من كلام أبي بكر ما يؤيد معتقده، ثم ادعى أن الرب إذا كان في السماء وتحديدا على العرش فقد خلت منه الأمكنة الأخرى ومنها الأرض. فاتهمه أبو بكر بالزندقة، وهو زنديق فعلا، لكنه لم يجد حجة في الإجابة عليه، مما جعل اليهودي يوهن الإسلام كدين لا يجيب على الأسئلة أو يقصر في الإجابة عليها، حتى احتوشه علي عليه السلام ولم يحتج عليه لا بقرآن ولا بسنة، بل ذهب مباشرة إلى نص ترويه كتبهم
وبعد أن أخذ إقرار اليهود بصحة الكتاب المشتمل على النص أطلقه له، ففضحه في أمرين مهمين: الأول أنه إما يقرأ النصوص لديه فلا يفهمها ولا يتعقلها، ويأتي عالم من دين آخر مسلط عليها بأكثر منه، وإما أنه قرأه ويتجاهل مضمونه ليثبت بذلك أن الله جسم وأن يده مغلولة بعد أن خلق الخلق، وأنه فوض الأمور إلى الصنف اليهودي باعتبارهم شعبه المختار، فأطاح علي عليه السلام به وبمعتقداته، والأدق من هذا بتحريفاته وتحريفات قومه الذين فصلوا دين الله على أهوائهم وعلى مقاصاتهم المصالحية والشخصانية. ومن روائع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه واجه زنديقا من زنادقة عصره أبى أن يدخل في دين الإسلام بحجة أنه وجد في القرآن اختلافا وتناقضا، وساق الرجل جملة من الآيات التي يتوهم المتوهم أنها متضادة أو متناقضة. هذا النمط نجده اليوم بكثرة لدى الإلحاديين أو أشباههم من اللا أدريين، وما ذلك إلا لوهن أو ضعف في فهمهم إما للغة العربية وإما لترتيب القرآن الكريم وتسلسل الأزمنة التي نقلها، وإما لعدم اعتمادهم على الحجج التي أطلقها لهم أهل البيت عليهم السلام. خلاصة الرواية التي أنقل بعضها لطولها، حيث موضع الحاجة يكفي في كشف تهافت المنهج المعتمد لدى هؤلاء القوم. قال الرجل: لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم. قال له عليه السلام: ما هو؟ قال: قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقوله: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وقوله: وما كان ربك نسيا. وأورد كثيرا من الآيات. مفاد قوله أن كيف يصف الله نفسه بأنه ليس نسيا ثم يقر بأنه ينسى أقواما، ردة فعل على نسيانهم له. قال له أمير المؤمنين عليه السلام: فأما قوله تعالى فنسوا الله فنسيهم، إنما يعني نسوا الله في دار الدنيا ولم يعملوا بطاعته فنسيهم في الآخرة، أي لم يجعل لهم من ثوابه شيئا، فصاروا منسيين من الخير. وكذلك تفسير قوله عز وجل: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، يعني بالنسيان أنه لم يثبهم كما يثيب أولياءه والذين كانوا في دار الدنيا مطيعين ذاكرين حين آمنوا به وبرسوله وخافوه بالغيب. وأما قوله وما كان ربك نسيا، فإن ربنا تبارك وتعالى علوا كبيرا، ليس بالذي ينسى ولا يغفل، بل هو الحفيظ العليم. وقد تقول العرب: نسينا فلان فلا يذكرنا، أي أنه لا يأمر لهم بخير ولا يذكرهم به. وقد فند عليه السلام معاني كلمة نسي في كل وجوهها ومقاصد المتكلم بها، منزها الله تعالى عما ذهب إليه الزنديق من تخليط المعاني وعدم أخذها من سياقها. ومعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب بما يراعي أن يكون بينا لهم، ومع الأسف ما زالت هذه الإشكالات يحملها كثيرون في أزمنتنا، وربما تعمقوا في تشريحها، وأخطر من ذلك أن يعترفوا بالقرآن فقط دون تأويله السليم، مما يجعلهم قادرين على التشكيك لدى الأعم الأغلب من الناس الذين قلما يتبحرون في اللحاق بهذه المطالب والأدلة إلى نهاياتها التي نرجوها، وقلما نجدهم أيضا يأخذونها من منابعها. حاولت في هذه الحلقة أيها السادة المشاهدون أن أضيء على حركة
قام بها أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته الشريفة. بهذا الباب تجد عليا أو حديا لا يدانيه أحد، كلمات في نهج البلاغة، في مستدركات نهج البلاغة، في غير ما وجد ما ورد في نهج البلاغة، تجد أن التوحيد أخذ حيزا من كلامه، والنقاش والجدال مع الملاحدة أيضا كان له حيز في حياة علي صلوات الله وسلامه. نحييك سماحة الشيخ، حياك الله، كذلك نحيي السادة المشاهدين. كيف استطاع أمير المؤمنين عليه السلام أن يميل إلى المطلق، وما الفرق بينه وبين من يميل إلى الصدفة استنادا إلى ما تفضلت؟ أمير المؤمنين عليه السلام في كل كلامه المتعلق بالتوحيد انطلق من قاعدة جد سهلة، أن الله تعالى هو المطلق وغيره دون ذلك. ولما بيقول علي واحد مش في مقابل الاثنين والثلاثة، واحد في مقابل، يعني هو الأوحدي الذي ليس واحدا رقميا، صمد، أحدي المعنى. أحسنت. أحال أمير المؤمنين إلى المطلق وانطلق منه إلى الأشياء التي شكلت مرآة خلقية منظمة تشي بقدرة هذا المطلق. غير علي أحال إلى الصدفة، إلى اللاشيء، إلى الدهر، إلى التفاعل، شو ما بدك سمي. نرجع إلى أصل الخلق. لا أعلم أحدا ممن أحال إلى الصدفة قال إن الصدفة تلك ذكية عاقلة، أبدا ما بيتجرأ حدا يقول الصدفة ذكية وعاقلة، وإلا فقد أسند الخلق إلى ذكي عاقل. هو سماه صدفة غصبا عنه، هو الله خلص صار إلها. بيقول الصدفة المفترض ليست ذكية وليست عاقلة، على رأي إخواننا العراقيين هيتشي خط عشواء. طيب أول أمر أن منظري الصدفة الذين أحالوا عليها لا يستطيعون لا وصفها ذاتا ما هي، ولا يستطيعون أن يصفوا قدرتها. لحبين كيف. علي عندما أحال إلى الخالق الإله القادر اللامحدود، صحيح إنه لا علي ولا غير علي يستطيع أن يشرح الكون، وهذا أقر به علي، صحيح، لكن عليا استطاع وبدقة أن يشرح القدرة من خلال الأشياء، قدرته في الأشياء الله عز وجل. قال الذي أعبده فطر الخلائق من عدم، فطر، ما هيك؟ نعم. يقول صاحب الصدفة والصدفة فطرت الخلائق من عدم. لا، هنا لا يتوقف الكلام. الصدفة غبية غير عاقلة، لو سلمت معك أنها فطرت شيئا
هل تستطيع أن تجعل له استمراري من نفسه أو منها؟ هل تستطيع أن تصنع له استمرارية استمراري الصدفي سواء بمعونتها أو من نفسه؟ أو من نفس الشيء. إذا كان من نفسه قادر على الاستمرار فقد غلب صدفته، ومن يغلب الفاطر لا يكون مفطورا له عقلا. مو هذا القوي شو كان بده باللبك بالضعيف؟ ليش بده الضعيف يصنع قويا قادرا وفاقد الشيء لا يعطي؟ لا يعطي طالما استمر من نفسه. أمير المؤمنين قال الذي فطر الخلائق ما زال يرفدها بالنظام، الذي يضمن لها استمرارية. يا أخي نحن الآن باستوديو في كاميرا، اثنين ثلاثة مونيتور لمبات، ولا لا؟ صح. شو رأيك نتركهم كما هم للأسبوع المقبل؟ يعني منفل مع الإخوان كل شيء بضل داير وخلي داير، شو بيصير؟ أسبوعين، ثلاث أسابيع، سنة، بعدين تعطل الكاميرا، الكهرباء، لأنه ما في صيانة دائمة، ما في صيانة وما في رعاية وما في اهتمام، راحة راحة. مو هذا الذي فطرك جعل القلب تاعك ينبض تلت ما يرتاح؟ نبض قلبك ثلث الوقت، يعني بينبض ثانية بيرتاح ثانيتين. هذا نفس هذا الموضوع صيانة. صحيح. مو جعلك تنام؟ ليش بتنام؟ راحة. مش بس راحة، مدري شو بيصير. هذا النظام الذي تتجدد فيه الخلايا وبينام الدماغ والغدة النخامية مدري شو بتفرز. صحيح. والقلب بتهدأ دقاته والمصارين والامعاء ما بعرف النمو شو عبر النوم. هاي الاستمرارية المنظمة هل هي نتاج الصدفة الأولى؟ مو مفروض الصدفة الأولى تلاشى؟ طيب نتاج نفسك، نتاج نفسك الذي ينتج شيئا يعرف تفاصيله. يعني هلأ إذا جبت هذا صانع السيارة قلت له هذا البيستون تبع الموتور اللي بينزل وبيطلع، بيستون اللي بيحرق بس يطلع البوجي بتعطي شرارة. صح. وهو يضغط فيكون انفجار فيعود هذا شو إذا شلته؟ قلت لصانع السيارات هذا شو؟ بيقول لي هذا ندق به البهارات في الهند. شو هالمنطقة؟ إذا ما بيعرف شو ماذا صنع وماذا يعمل مو هذا كذاب أشر. نعم. أنت إذا ما بتعرف عدد البكتيريا في أمعائك التي تصل إلى آلاف مليارات المليارات الآن، وما بتعرف شو شغلها، أنت قادر على صيانة نفسك بشكل دائم؟ أبدا. بالعكس. أنت تساهم في دمار نفسك عبر مأكولات ومخالفة مستحبات. تماما. ما فعله علي عليه السلام أنه أحال إلى قوة لا يمكن فهم ذاتها، إنما يمكن فهم قدرتها بما قدرت عليه، في حين الذين أحالوا إلى الصدفة لا استطاعوا أن يفسروا كنهها ولا استطاعوا أن يفسروا قدرتها لها. طيب أحالوا إلى مجهول، وين قدرتها؟ أين تتجلى قدرتها؟ ثم عم نتطلع بشيء منظم
يا خي العين، كيف انتقلت من اللابصر، اذا كانت تتفاعل وكيماوي وقصة، كيف انتقلت من اللابصر الى البصر؟ الى البصر. هي يكفي للعين ان يكون لها عدسة اذا مو مرتبطة بالدماغ مشابكة هو ضوئية التي يعني. ترى العين فقط، او ما يصل من صور ضوئية الى الدماغ هو هذا. فيحللها؟ هذه الشبكية إن أنتجتها الصدفة ولست بمسلم، كيف صانت عملها الصدفة؟ ثم الصدفة إن حصلت مرة هل تتكرر في كل ثانية يولد طفلان في العالم؟ الآن بكل ثانية يولد طفلان في العالم كلهم لهم عيون، والصدفة إن أوجدت عيونا توجدوا حدقتهم عسلية، ليش في أخضر وأزرق أزرق وأسود؟ وبني. مئات آلاف الأسئلة التي هذا في جزء بسيط من. إذن إن احتج أهل الصدفة أنكم كما أنكم لا تعرفون ذات الله، نحن لا نعرف ذات الصدفة. طيب نحن عرفنا قدرة الله من خلال انعكاسها على المخلوقات، عرفوا لنا قدرة الصدفة في الاستمرارية. في الاستمرارية، أنا لما بيجي شخص، ماذا تفهمون من كلامي؟ مرة شخص فقير قلت له مأونتك علي، هالكلمة مأونتك علي، ماذا تفهمون؟ تفهمون استمرارية نفقته علي. عليك. أما أعمل له إياه شهر واحد وبطل، أنتم ستحتجون علي أن كلامك كان فيه استمرارية. صح. لماذا لم تحدد أن مؤونة شهرك مؤونة سنتك علي؟ يومك أسبوعك. نعم. الخلق ليس انفطار فحسب، انفطار واستمرارية، واستمرار. وليس استمرارية فحسب، استمرارية بنظام، بناظم ذكي. يعني ما فيك تجي والله تعلم دب أن يشتغل بالسيرك وتقول لي ها بلش يتطور، لا، مو هذا ضمن قابلياته، ضمن قابلياته. مو الآن قد أبحث في مجاهل التبت والأمازون، ربما تجد عبقري الرياضيات، مو هاي عقول بتجيبه بتقول نحن طورنا، لا يا أخي أنت ما طورت، أنت علمته، صح. القابلية موجودة عنده. مين قال إنه البشر ليس فيهم قابليات تطورية؟ فيهم قابليات تطورية. برجع بضرب مثل على ذلك، لو أن رجلا من نعومة أظفاره، من لما كان عمره 10 سنين بيتوضأ لصلاة الصبح ويبقى متوضئا للمغرب والعشاء بوضوء واحد، وبيشرب وبياكل بالنهار، حتما بعد 20 سنة مثانته أكبر من مثانة بقية الخلق، حتما متعودت على تعبي ماء كل النهار. مو هذه مو تطور، هذه قابليات موجودة، مثله مثل الذي يأكل ليلا نهارا، معدته بتصير مثل الأكارديون، بتفتح هلقات. شفت هاو العمليات اللي بيشيلوله معدن هلقات فعلا، هذا معدته قابل للتمدد، وكذلك بطنه، وكذلك هذا النظام. أشار إليه علي عليه السلام بأدق الكلمات، ولما كانوا يحكوا عن الأين ومتى نسف الأين والمتى، وهذا أمر مسلم به. يعني إذا رجعنا إلى الصفر المطلق، إلى لا شيء في الكون، ما في وقت، ما الوقت نسبي، صح، وما في مكان،
فإذا كان الله ولا أين ولا متى ولا متى ولا مكان خارج حدود الزمان، هنا نحن حقيقة بحالة عجز عن فهم الكون، لكن لشدة ما تبدى من قدرته عز وجل أيقنا بوجوده بتجلي قدرته. يا أخي الآن قديش ساعة عندنا بعالمنا العربي؟ الآن ساعة بلبنان 9 إلا 3، بالعراق يمكن 10 إلا 3. صح. اسأل أي واحد من راعي الغنم، مع احترامي لراعي الغنم، إلى البروفيسور، الشمس موجودة؟ نعم موجودة. ما هو دليلك؟ ما هي منا الآن ليل. لا موجودة. منين عرف أنها موجودة؟ من النظام الذي رافقه منذ طفولته. هلا إذا بتجي بتسأل واحد حصيف بيقول لك موجودة و60 موجودة، لو لم تكن موجودة لانسلخت الأرض، كنا انطلقنا في الفضاء بسرعة 400-500 ألف كيلومتر بالساعة أو أكثر، وكنا الآن تدمرنا وطاحضنا. الشمس موجودة لكنها في الجانب الآخر حيث إن الأرض تدور. من أين علم بوجود الشمس؟ من آثارها، وإن كان لا يستطيع التحديق بها وإدراك كنهها بحواسه علته. نعم. ومن لطف الله عز وجل، من لطفه عز وجل أن دل على نفسه بنفسه بتنزهه عن مجانسة مخلوقاته، فأدركنا أن ثمة رتب، وأنه في رتبة لا يقاس به أحد جل وعلا. هذا التنزه، هذه العزة تأكيد على المبدأ الأول الذي أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن في هذا العالم لابد من إجراء المستقلات العقلية التي يجمع عليها الجميع، وهذا ما فعله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. في أمانة من الأسبوع الماضي إيه؟ سمحت الشيخ، عندنا أم نور من العراق، أم أثينة أيضا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حقيقة هذا كلام لموسى صلوات الله وسلامه. ما الذي حدث مع موسى؟ عندما ولد معلوم أن أمه ألقته في اليم، فشطط به النيل إلى قصر موسى، إلى قصر فرعون، فاتخذه فرعون ولدا له، تبناه بناء على إشارة زوجته آسيا بنت مزاحم، ونما وكبر في قصر فرعون بعد أن رده الله إلى أمه وهو يعلم من هو، لكنه كان مقربا. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ألقى الله عليه محبة. فلما أمر بإبلاغ فرعون وأن يرسل معه بني إسرائيل يخلي سبيلهم إلى الأرض التي وعدوا بها، الحقيقة أخذت السلطة قرارا بتصفية موسى. ساعدهم على ذلك أنه قتل رجلا من شيعة فرعون استنصارا لرجل من شيعته، وقتله بحق مش بغير حق، قتله دفاعا، فاضطر أن يهاجر. هاجر من مصر إلى الشرق، فقطع سيناء، فلما جاوز سيناء خرج من ملك فرعون، وصل إلى مدائن شعيب التي هي الآن غرب تبوك على البحر، على سيف البحر الذي يصل إلى جدة بالنهاية. التقى بابنتيه، هناك التقى، وصل إلى ماء، وجد عند الماء قوم رعاة يسقون، وثمة فتاتان قد ضاقتا ذرعا. هلا هو لا شك وصال وشرب ومسافر، غسل وجهه. ما خطبكما؟
قالوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، ما بيخلونا نشرب نعبي الجرار حتى يخلصوا الرعية. وهي عادة الرعية، يقدمون الطرش على البشر، يعني البوش على البشر في الأعم الأغلب طبعا. فسقى لهما، فلوا، انتقل إلى الظل، هو تعب من السقاية وتعب السفر. فلما وجد برد الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن هو يدعو الله بلسان الحال وليس بالمقال، وهذا من أبلغ الدعاء. علمك بأحوالي يغنيك عن سؤال. بس شو بيستبطن كلامه؟ شوف عظمة هذه اللغة العربية التي أوصلت إلينا المعنى برقائق. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تعالوا معي إلى موسى. وجد برد الماء بعد سفر طويل، ارتاح، أوى إلى الظل، وجد برد الظل، استذكر نعم الله عليه منذ أن كان وليدا وكيف ألقاه اليم إلى قصر فرعون وكيف تربى وكيف أرسل وكيف كلمه الله تكليما. نعم نعم نعم، استذكرها مع نعمة الخروج سالما من أرض فرعون، مع نعمة الوصول إلى الماء، مع نعمة الظل. إذن كل كلامه يستبطن الشكر، الثناء لله عز وجل، ويستبطن استزادة. لما بيعترف موسى أنه الفقير يعني ثمة غني أو حدي يلجأ إليه. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، استبعد نهائيا أن ينزل إليه شر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه شر للبشر إلا أن يصدروه بأنفسهم. استبعد إني لما أنزلت إلي من خير، عن نعم الماضي وما أنا فيه، وما زلت فقيرا ولم تغيرني الأيام، وأنا مستسلم لمشيئتك إلى غناك. كل هذه المعاني في هذه العبارة. ماذا بقي لموسى؟ بقي له أمرا، السكن والذرية والزوج. حصل بنفس النهار. إن أبي يدعوك على مفرق بيت، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. ما سقيت. وشاطرة هي، راح يطبق. استأجره إلى يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهنا نجد كيف الولي يجد ربه في اللحظات الحرج، مستذكرا الماضي والحاضر ومستشرفا المستقبل، لأن في قرارة نفسه ما بيد الله هو أوثق مما هو بيده. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير. على فكرة يستحب أن يدمن الإنسان على تكرار هذه الآية كدعاء لقضاء الحوائج. بثينة من العراق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ كيف للمخلوق أن يقرض الله؟ يا ابنة أخي، كيف للمخلوق أن يعبد الله؟ وأنا عم بسجد لله، هو بحاجة لسجودي؟ وهو غني عن العالمين. ثم الله بحاجة إلى بيت الله حتى نسب بيتا إليه؟ بعد، أولم ينسب الله عز وجل ناقة إليه فقال ناقة الله وسقياها؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا سؤال استدعائي، يعني يسأل مع دعوة، كقول أبي عبد الله عليه السلام هل من ناصر ينصرنا؟
هو يطلب نصرة بأبي وأمي. الله تعالى يقول: من ذا الذي، أي مؤمن يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. والقرض ليس دينا فقط، يقرض الله. أي مال يقع في سبيل الخير تبناه الله ونسبه إلى نفسه للتعظيم من شأنه، فعندما أقرض أخي المؤمن أو أبيحه مالا، هذه تجارة مع الله وليست مع المؤمن الذي يبور ويزول، والله التجارة معه لا تبور ولا تزول. لتشريف العطاء نسبه الله إلى نفسه وليس لحاجة، كما قلنا في الناقة ناقة الله، وكما قلنا في بيت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما نسب الله إلى نفسه كثيرا من الأمور. الرسول منسوب إليه، ولكن رسول الله هو بحاجة إلى الرسول وغير الرسول. لا يمكن للخالق أن يحتاج إلى مخلوق كائنا من كان، وإنما ترحم على مخلوقاته فجعل من رسوله رحمة للعالم. في أمر آخر بدي نوه فيه، وأنا أنصف الناس من نفسي. أبو علي من العراق قال لي في الحلقة الماضية: تارك الصلاة قاتل جدي الحسين. حقيقة لم أعثر، أنا قارئ هذا الكلام لكني لم أعثر عليه من مصدر، موجود في الكتب لكن دون مصدر. لكن ما قمت بشرحه موجود بعدة أحاديث، أنه من أعان تارك الصلاة كان كمن قتل 70 نبيا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. موجود هذا كلام شبيه جدا ويؤدي نفس المضمون، لكن بالتحديد حتى أكون منصف كمصدر لم أعثر عليه بحدود ما تتبعت بالأسبوع الماضي، فاقتضى مني التنويه. لكن أشباه هذا الحديث موجودة، ومو مرة واثنين وثلاثة، أكثر من 5 أو 6 أحاديث. بنرجع لي بوثينة من العراق بحديث عن الزهراء: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله عليه أفضل مصلحته. يعني أيعقل أن نعطي الله عز وجل أفضل ما عندنا فيعطينا أقل مما أعطيناه؟ ما هو الله، وهو الذي قال: إذا اقترب عبدي مني فترا اقتربت منه ذراعا، وما شاكل ذلك. من أصعد إلى الله خالص عبادته، ما هو من كمال التوحيد به الإخلاص بعبادته. أمر طبيعي أن يهبط الله إليه أفضل مصالحه في الدنيا وفي الآخرة. ولذا ما حدا يتصور أن العقاب في الدنيا بعضه ليس مما كسبت أيدينا، ولذا نبهنا الله قال: صلة الرحيم من مات في الرزق والعمر، قطع الرحيم منقصة في الرزق والعمر، إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، إذا فسقت الناس حصل بالمجتمع كذا وكذا. وأنا أعجب، وليس ينقطع عجبي، اللي بيجوا بينظروا لي بالحرية. خي الحرية لحالك، بس تفوت على الحمام تسبح وتتحمم استفي. بس الحرية داخل مجتمع أمر آخر. ما بتقدر تيجي تخدش الحياء في مجتمعات تحت شعار الحرية وتلبس البدكية تحت شعار الحرية و و و إلى آخره. حتى في المجتمعات التي تزعم أقصى درجات الديمقراطية. أول أمس قرأت أن امرأة حكمت في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت تعمل مع زوجها في مرآة بالبيت، فاتسخت ثيابهما فخلعت ثيابها من فوق بدون ثياب أمام أولاد زوجها. الآن تحاكم بتهمة خدش الحياة. هلا يجي حدا هون لو عندنا حرية شخصية رويدك قليلا، في عذاب إذا نزل بعمني وبعمك. كمين بك تحترم معتقدي أنت؟ وعلى هذا يبنى مجتمع. وإلا لا أنا طالع على قلة جبل أتنسك
ولا أنت قاعد لحالك. تمام. بدك تحترم الناظم العام. عفوا. عافاك الله. محمد من العراق المتصل الأول في حلقة الليلة. محمد سلام عليكم، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله. أحمد وشيخنا العزيز. تسلم. هلا. سؤالي عفوا، دعاء الإمام حسين عليه السلام في يوم عرفة في الجزء الثاني من الدعاء: اللهم اجعل غناية في نفسي واليقين في قلبي. نعم. والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي. نعم. واجعل سمعي وبصري الوارثين مني. وانصرني على من ظلمني إلى آخره. نعم. ما معنى اجعل سمعي وبصري الوارثين مني لو سمحت؟ نعم. سؤال آخر محمد. شكرا جزيلا. شكرا لك. حسن من العراق. حسن سلام عليكم، تفضلوا. قطع الاتصال مع حسن، يبدو أطلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل سمحت الشيخ حتى يجلس اتصال آخر. تفضل. هذا ما فيني فوت فيه قبل أن تجهز اتصالاتك كلها. كفي اتصالاتك. في اتصال بس، ما في اتصال سمحت. طيب خلينا فاصل ثم نتابع. بعد الفاصل لحتى ناخد كل الاتصالات. تمام. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده، يكونوا معنا كرما لأمره. من مبلغ عن مقام الآل من صدق جد السلالة إذ من سرهم بثقوا هم الهداة لغير الخير ما سلكوا في كل عصر لنا من سرهم عبقوا آل النبي وأهل الله أخلصهم بالمكرمات فعز الغصن والورق لله عاشوا وحب الله قد قصدوا ويشهد الليل والأسحار والغسق بلغ عدوا سعى في كرههم تعسا قد كان قبلك من في قلبه الحرق من يكره الآل لم ينعم بمنزلة عند الإله وقد تاهت به الطرق لكنه البحر ما ضرته غاشية من حارب البحر يطوي عمره الغرق صلى الإله وعلى من منه أنجمهم هم النجوم وطه الكون والأفق هم النجوم وطه الكون والأفق. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء من جديد. اهلا بكم سماحه الشيخ. نتابع في تلقي الاتصالات. ام محمد من العراق سلام عليكم، تفضلي. عليكم السلام. وعليكم السلام. عندي سؤال للشيخ. تفضلي. آية قرآنية في سورة المائدة تقول: يا ايها الذين امنوا نعم عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. نعم. يعني هاي الآية هل فيها مع آيات في القرآن الكثيرة اللي تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إحنا نعرف القرآن أكيد ما في تناقض،
مدى ترابط هاي الآية مع آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة في خصم هاي الفتنة الجارية في العراق؟ نعم. وقت الحاجة. واضح أم محمد. نعم. إذا ممكن سؤال ثاني. تفضلي. يعني احنا في ضمن النظام السابق يعني تعرفون كانت الكتب الشيعية يعني صعب تداولها. صحيح. تداول الكتب الشيعية يعني يتأذى الحين. تمام. فأحكام كثيرة من الصلاة إلى الوضوء يعني بدينا نعتمد على ما موجود في الكتب المنهجية، كانوا يعلمونا في الدرس الإسلامية أن الوضوء يجب تغسل القدم مو تمسح. نعم. فإحنا هذا الجيل ربينا يعني فترة طويلة من إحنا ما نتداول الكتب الشيعية، فنضطر نعمل بما هو الذي نتعلمه في المدارس. طيب. واللي هو غسل الرجلين، غسل الرجلين يعني اللي هي بعدين. واضح واضح. جينا من التكليف عرفنا أن هذه الأمور هي مو صحيحة. واضح. وضوءنا يعني حكمة أن تنعاد. نعم شكرا لك يا أم محمد. نبقى في العراق مع أبو علي. أبو علي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو علي تفضل. حياك الله. شيخ ميسونك يا بس. حياك الله مولاي. تفضل. الله عليكم الدنيا وآخرة إن شاء الله. وعليكم إن شاء الله. شيخنا عندي سؤال يا الرحمة على أمك. تفضل. السؤال الأول واقعة الصف. أكثر من يعني من نقاط يا جماعة ما يصير الواقعة يعني بيقوم بها يقوم طولت أكثر من أيام، مو مال ساعات اللي من الصبح لحد الظهر لحد الصبح هذا ما بحكي عليه السلام. نعم. هذا الحد صحيح يعني مثل نقول نسيت على الواقعة بس تلقى يعني ظلم كلش كبير لهم. كلش كبير لهم. نعم. هاي واحدة. الشيء الثاني السؤال الثاني. صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء الوقت ما بالضبط بحيث يعني يكون يعني أنا سمعت أكثر من شخص يقول 45 دقيقة أو أقل من 45 دقيقة. صلاة الغفيلة ما يكون بحيث واحد يصليها ومرتاح ما يعني يقول ما تتبع القضاء عليه. نعم. وأنا ممنون جدا. العفو. تؤمر حبيبي. هلا ومرحبا. أهلا بكم. طيب خليني أوقف. متصل وريد من العراق. يلا آخر سؤال. وريد سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. حبيت أشكركم على البرنامج الطيب. تسلم. وأطلب من شيخنا الله يحفظه حلقة على غرار هل نحن الوحيدون في الأرض أو في الكون. يعني حلقات علمية وتسلسل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هو صار في حلقة حول هذا الموضوع. نعم. وعنوانها موجودة هل نحن الوحيدون في الكون، موجود حلقة. نعم. أي نعم. مثلا حلقات على غرارها. حلقات متسلسلة تطلبون. نعم. وأكو بسم الله الرحمن الرحيم وأنبورك من في النار، من هو الذي في النار. شكرا لكم. الشكر لك وريد. تفضلوا سمحت الشيخ. أخ محمد من العراق. دعاء الحسين يوم عرفة. سلام الله عليه. أنت أيقظت فينا معاني العظمة. إن يعجب امرؤ فينبغي أن يعجب ممن يقرأ هذا الدعاء ولا يقول إن مجترحه غير معصوم. عجيب. إذا أراد امرؤ أن يدرك معنى التذلل لله عز وجل بصافي معناه فليأتي إذا هذا الدعاء. ما هو روى بشر وبشير ابن كذا شو قال؟ خرج مد يديه كأنما يستطعم وانطلق في دعاء. وفي أثناء الدعاء سلام الله عليه جد في بعض فقراته لأنه أراد للإيقاع الجرسي أن يدركه من حوله. ونعم ما فعله الراوون أن نقل لنا هذه الحالات. إذا أردت أن تعرف بعض نعم الله عليك تجدها في هذا الدعاء. بعلم التشريح الذي لم يكن معلوما كما هو الآن تجده في هذا الدعاء.
كمال التوحيد تجده في هذا الدعاء. بالسياق اللي تفضلت فيه واجعل سمعي وبصري الوارثين مني، اجا في سياق متعني بجوارحي كما قال أبوه أمير المؤمنين عليه السلام: قوي على خدمتك جوارح واشدد على العزيمة جوانح. جاء في سياق أن راحة الجسد من السقم والمرض يجب عند المتقي أن تكون دافعا لزيادة العبادة. طيب نجي واجعل سمعي وبصري الوارثين مني. ورث فلان فلانا، يعني ثمة من سبقه إلى دار الآخرة ومن هو موجود في الدنيا، فكان الوارث هذا الموجود في الدنيا والمورث الذي غادر. ورث فلان من فلان علما أخذ منه. الإمام شو عم يقول؟ عم يقول لا تجعلني وارث في السياق، سياق الجسد، لا تجعلني أنا أرث سمعي وبصري، يعني بخسر سمعي وبصري بصير أطرش وأعمى، بل خليهم هما الوارثين من نفسي، لأنهما الحاستان الأكثر عبادة لك. مرة بتاخذ الدعاء كتعليم من المعصوم لك هذا معناه، ومرة بدك تشوف المعصوم هو كيف يدعو، هذا أمر لا يصل إليه باعنا يقصر عنه، لكن نحوم حول المعنى. يا سيدي الفاضل، انظر إلى كتاب الله عز وجل تجده متلائما متسقا متجانسا مع كلام المعصوم، ما هو حارس القرآن سلام الله عليه: واقعا محمد أجدت بسؤالك، أيقظت فينا نائما. شو قال ربنا تعالى؟ قال: أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. ثم قال: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. في الآيتين شو قال؟ قال: أفلا تبصرون وأفلا تسمعون. ليش ما قال أفلا تشمون؟ مو حاسة من الحواس التي أنعم الله بها علينا؟ مش ما ليش ما قال أفلا تتذوقون؟ ليش ما قال أفلا تتحسسون؟ لأنه البصر والسمع أكثر حاستين. لا يا مولانا، في أمر خفي جدا في حواسنا المعلومة اللي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. هلأ ثمة حواس أخرى، حتما ثمة حواس أخرى، لكن هاي ما تعارف عليها الناس. هذه في ثلاثة منها قنواتها مقفلة، قنواتها مسكرة. شم في شيء بتشمه خلص، ريحة وحدة، ريحتين مخلوطتين مسكرة مش مفتوحة. يعني لها مجرى محصور. والذوق نفس الشيء، نفس المبدأ. حتى لو خلطتش الرقي البطيخ بالعسل بالسكر بتميز بالطعمة. هذا شو؟ عدم تداخل. حتى لو خلطته يبقى ثمة التمييز. وباللمس فيك تلمس الحار والبارد، حتى لو اختلط. يعني الآن الموقد اللي فيه نار لو حطيت عليه ثلج ودست الثلج نفس الشيء مسكرة. أما السمع والبصر مفتوحين. كيف مفتوحين؟ هلا بتقول لي أنا بشوف خلص، إيه بس قنواتهم الكونية مفتوحة.
تركها الله مفتوحة لتعبئها حضرة جنابك تسهيلا منه عليه. وإلا الآن حضرتك كيف شايفني؟ لأن الله ترك قنوات سمعية بصرية في الكون، دخل إليها الإنسان بواسطة هذه الأجهزة الحديثة فملأها. هذا لا يمكن أن يتم بالذوق واللمس. أنت الآن بالعراق ما فيك تتحسس محمد كنعان ولا فيك تشمه، لأن قناة الشم مقفلة لم يتركها الله. سبحان الله. إذن أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول واجعل سمعي وبصري بكل ما آتيت للبصر والسمع من قنوات مفتوحة وارثين مني لا تحرمني منهم، خلي نفسي تروح قبلهم. هنا بدأنا ننتقل إلى عبادة المعصوم. مثلي قاصر باعه، فيني أحوم حول ما أظنه، أما فيما هو تعليم لنا فعلا فيك تخسر كل شيء إلا سمعك وبصرك فيكونان هما الوارثين. يعني بها العجالة ممكن. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أختي أم محمد، ما هو تكليفنا؟ طيب أكثر من هيك، ما هو تكليف رسول الله؟ حتما حتما تكليفه أوسع دائرة من تكليفنا. نعم. إنما في اللغة العربية تفيد الحصر. إنما عليك البلاغ، ومش أنت الذي تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ما في إكراه في هذا، بس نتيجة الخيار يترتب عليه مواقف. ما هو مانع الجمع بين هذا وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنا آمر بالمعروف وأنا عن المنكر، لكن إذا لم يأتمر المأمور بالمعروف ولم ينتهي المنهى عن المنكر أذهب نفسي عليه؟ لا، ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما تأذي نفسك. عليكم أنفسكم، قوموا بواجباتكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إن لم يهتدي هذا الذي تريدون هدايته لن يضركم. متى يكون ثمة ضرر؟ إن لم تقوموا بواجباتكم. فإذا ما قمت بواجباتكم فاتقوا فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم قوموا بتكليفكم، بعد أن تقوموا بتكليفكم لا يضركم من ضل، يضل على نفسه. بالعكس، هذه الآية تنسجم مع السياق. نفس كلامه عز وجل عليكم أنفسكم يعني قوموا بما هو تكليف لكم ولا تتراخوا عن التكليف. السؤال الثاني سؤال جدا آذاني ومؤلم. في عهد النظام البائد فعلا كان الكتاب عزيزا، وكنا إذا أردنا أعظم هدية عندما سمح لنا بالزيارة كلبنانيين بعد 91 قبيل وفاة المرحوم السيد الخوئي، توفي على ما أذكر توفي بأواسط 92 رحمه الله. فسمح لنا بعد 91 لحاجة العراق إلى العملة الأجنبية، فسمح للزوار، أقول للبنانيين ما بعرف ما فيني جاوب عن غيري آنذاك، بالزيارة. فزرنا، كان أفضل هدية نأخذها معنا إن مرت على الحدود، وكانت تمر لأنه كان نذهب برا، وبرا نمر عبر التنف القائم، وكانوا يفرضوا على الزائر $50 وأيضا 50 أخرى يسمى فحص الإيدز، هو يخشى من أن يتلوث العراق بهذا المرض فيفرضون فحصا. فكنا
بدولارين أو بثلاثة ما يساووا لنا الفحص، ياخذوا أجرته بس ما يساووا. وكنا إذا زدنا المسألة إلى العشرة دولارات لا يفتش ما معنا. فنمر ما ممكن معنا كتابين ثلاثة مفاتيح الجنان. أفضل هدية كانت أن تهدي مفاتيح الجنان لأحد، فما بالك ببقية الكتب. فعلا الكتاب عزيز، لكن هل خلى العراق بطوله وعرضه من العلماء؟ أبدا لا في جنوبه. نعم عاشوا ظلم، عاشوا تقية، عاشوا بس ما خلت الكاظمية من وكل بغداد فيها توصل على الكاظمية بسهولة من علماء يمكن أن يقصدوا في بيوته، وما خلت النجف من علماء، وما خلت كربلاء من علماء، وما خلت البصرة من علماء، ولا الناصرية ولا الكوت ولا العمارة ولا حتى في الموصل كان ثمة علماء شيعة، يعني ما في مشكلة كان يمكن السؤال إلا في بعض اللحظات الحرجة جدا. لكن القاعدة فيما تفضلت به، إن قمت بالوضوء أو بالصلاة عن جهل قصوري وليس تقصيري فلا إعادي. الفرق بين من يجهل الشيء إما أن يكون قاصرا، يعني ليس ثمة إمكانية للتعلم، مو مسألة ما وجد كتاب، لا لم يسعى، إما مقصر. يعني في هذا الكلام يمكن ينطبق، أنا بقول لك على مين، على بعض إخواننا من الكرد الفيلية اللي كان محظر عليهم الوصول، مكان عملهم ضيق، لا علماء لديهم، أيضا بعضهم لا يقرأ العربي. فيني أتخيل في هذا الموقع قاصر من الموالين الشيعة. نعم. فيني قاصر لا إمكانية للتعلم لديه، بس بتقولي لي من سكنة بغداد قاصر؟ يعني إن لم تستطيعي أنت أن يا ابنة أخي، مو أخوك بيسأل، وابن أخوك بيسأل، في مجال للسؤال. إن كان ما أتيت به باطلا وفق مذهبنا عن قصور لا إعادة، وإن كان عن تقصير يجب الإعادة والقضاء فيما يقضى. نعم. أبو علي من العراق، واقعة الطف قال البعض إنها طالت أكثر من يوم واحد، المشهور والمعروف والذي يكاد يطبق عليه المؤرخون وما قاله أهل البيت أن الواقعة بدأت إرهاصاتها من بعيد صلاة الفجر، اشتدت الأزمة بعد شروق الشمس، بدأت المناجزة والمبارزة وقت الضحى، استمرت إلى ما بعد صلاة الظهرين، صلى القوم واستشهدوا. السياق العام لمن يقرأ التاريخ بدقة يعلم أن السلطة أرادت أن تبطش بما يشكل صدمة تعمي المجتمع، تدخله في الكومة، في الغيبوبة. ولذا اللي بيقرأ أن عبيد الله بن زياد أوصى لعمر بن سعد أنك إذا أظفرك الله بالحسين فافصل رأسه عن بدنه ورد صدره بحوافر الخيول، وأنا أعلم أن ذلك غير ضائره، لكن لموعدة وعدت نفسي إياها. شو هي الموعدة؟ أن تبطش السلطة بأهل البيت النبوي بطشا، مجرد أن تتناقله الأخبار يوجب هلعا لدى الأمة كلها. مقصودة من يقصد هذا لا يطيل المعركة أياما، ما إطالة المعركة عدة أيام تجعل من كثير من الأنصار يجتمعون
يزيد بن مسعود النهشلي ما مات كمدا وهو في طريقه من البصرة؟ ما لحق وصل؟ أخو زوجة الحسين أحد الشيعة، لما وصله خبر الحسين مات كمدا، يعني حكمته سكتة قلبية. مو إطالة أمد المعركة يجعل من الملتحقين بالحسين يتكاثرون، يجعل من الأداة الإعلامية السلطوية غير فاعلة، لأن الظلامة ستنتقل بسرعة. وبدال ما ينادي الحسين مرة واحدة سلام الله عليه هل من ناصر ينصرني، بصير ينادي عشرات المرات. لا، السياق لا يشي باستمرار المعركة لأكثر من رابعة من نهار، وهو ما قاد شو بدي قادتنا إليه النصوص. ازدلف إليه 30,000 في يوم واحد، كل النصوص التي تأتي عن أهل البيت عليهم السلام. خلص الوقت دقيقتان. صلاة الغفيلة والسؤال الثاني. صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء، بعضهم من القدماء يقول يمكن الإتيان بها بعد العشاء الآخرة. يمكن الإتيان بها بعد العشاء. طيب إذا قلنا أنها بين المغرب والعشاء، نجي للوقت الطبيعي للمغرب، ما هو الغروب؟ هو سقوط قرص الشمس. بماذا يعرف؟ بزوال الحمرة المشرقية. مو هاي في حمرة بالمشرق، نزلت الشمس بقيت الحمرة، إذا ارتفعت الحمرة مقدار قامتين، قام اثنان هالشكل، أرسل يده، هذه قامة، ما بيلك جبل صحراء، قامة اثنان، لم يعد ثمة حمرة، يقينا دخل المغرب. ما هو شو قال له للإمام؟ قال الغروب ما هو؟ قال سقوط قرص الشمس. قال له شو أنا قاعد على البحر بعرف سقوط قرص الشمس؟ قال إنما يعرف يقينا بزوال الحمرة المشرقية. صارت الحمرة وزوالها دلالة على سقوط القرص، ولا الغروب هو سقوط القرص. إلى متى يستمر الغروب؟ إلى ذهاب الحمرة المغربية. ذهاب الحمرة المغربية قديش من الوقت؟ 40 دقيقة، 45 دقيقة، ساعة؟ عزيزي أبو علي، تختلف باختلاف البلدان. تعرف بين المغرب والعشاء في شتاء القطب الشمالي قديش؟ أو الجنوبي أو العكس، ما بعرف. ربما تمتد الأمور إلى ساعات، وربما لا يذهب تذهب الحمرة نهائيا. في بلادنا يعني بدك تقول 40-45 دقيقة، ساعة ممكن، بين الحمرة، زوال الحمرة المشرقية والمغربية، وزوال الحمرة المغربية بحيث يصبح سواد. سواد خلاص، ما بقى، دخل العشاء. هذا وقت صلاة المغرب ومن بعده صلاة الغفيلة. جزيل الشكر لك سمحت الشيخ. فأزن وليد أبقيه مع تمنياته إلى الأسبوع المقبل، إلى الأسبوع المقبل مع وأن بورك من في النار. يلا نسألكم الدعاء. جزيل الشكر لك سمحت الله الشيخ. الله يفرج عنا وعنكم يا عراقيين. جزيل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، هذه تحية الفريق العامل، دمتم في كلاءة الله، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.